اسمي مرتضى حمود عماد، بصف الثالث ابتدائي، نجحت للرابع. من أنا صغير كنت أحب الرياضيات والطرح والزائد والضرب، كلهم كنت أحبهم. أمي لاحظت موهبتي فراسلت أعرض الرعاية العلمية وقالت هل موجودة إمكانية أن تطوروا لها موهبته؟ فقابل الدكتور أحمد سعد وست زينة فعلموني أشياء والمربع السحري والجذور. المربع السحري هو مربع متكون من 25 خلية أو 49 خلية. أنت تعطيني رقم شرط أحاده يكون أو صفر أو خمسة وأنا أوزع لك إياه على المربع. وإذا تحسب قطر أو أفقي أو عمود يطلع نفس الناتج طلبته مني. أنا عندي قدرات إنه واحد يعطيني اليوم والشهر والسنة وأنا راح أطلع له يا يوم أولد بيه. يعني مثلا يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، أعرف يا يوم من أولد بيهم. إضافة إلى ذلك أنا عندي مقدرة إنه أنت راح تختار أي رقم، شرط يكون تحت 100، وأنت راح تضربه في ثلاث مرات. فانت راح تعطيني الناتج وانا راح اقول لك مثلا انت اختاريت 79، انت اختاريت هيجي. انا بالمدرسة دائما باختبارات الرياضيات اجاوب اول واحد واقوم اول واحد. انا احب الرياضيات، دروس الرياضيات كلش. هاي اللعبة لازم تسوي سطور، بس لازم مين يكون مثلا هنا 7 وهنا 7، لازم مين يكون رقمين بسطر واحد. هاي اللعبة لازم تكونها مربع كامل 9×9 بدون اي غلط، وتحط يعني مثلا هنا 8×8 راح تصير غلط. بالنسبة للمستقبل، بس انا احب الكيمياء والرياضيات، فحفكر اكون طبيب شيئا مثل اللي هيجي. أوجه أول كلمة شكر للأمي والأبوية لأن هم دعموني وشجعوني.